خالد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ خالد. مساله رفض المجلس النواب النهارده، رفض مد سن التقاعد للصحفيين ل 65 سنه. كويس قوي ان حضرتك بدات بالقصه دي. انا بس حابب في الاول ان انا ابدا بان انا اكرر الشكر لرئيس الجمهوريه والبرلمان دكتور علي عبد العال وكل اعضاء مجلس النواب والاستاذ اسامه هيكل رئيس لجنه الثقافه والاعلام للحكومه والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب على التعامل الايجابي جدا، التعامل الموضوعي جدا، التعامل الوطني كمان فيما يخص قوانين الصحافه والاعلام والتجاوب الكبير جدا وربما غير المسبوق مع مطالب الجماعه الصحفيه ونقابه الصحفيين. طب ده شيء هايل. بخصوص مجلس سن، كويس قوي ان حضرتك بدات بيه لانه في لغط واضح جدا انه ما وصلش للناس ما حدث في هذه الجزئيه. ايوه. ما حدث في هذه الجزئيه انه كان في مطلب قديم بمد السن ل 65 سنه مباشره. بمعنى ايه مباشره استاذ خالد؟ يعني يبقى سن التقاعد هو 65 سنه. 65 سنه، ايوه. ده اللي تم رفضه لانه انت علشان تعملي ميزه زي دي في الصحفيين كان لازم تعمليها كمال الاداريين والعمال. مع الاعداد الكبيره الموجوده في المؤسسات الصحفيه المساله دي كانت صعبه، لكن في النهايه البرلمان اقر مد السن للصحفيين. ده الخبر ده مش موجود اللي حضرتك بتقوله ده. ما هو علشان كده يبقى ناخد التصريح ده رسمي يا جماعه على لسان وكيل النقابه استاذ خالد ميري. هناك مد السن للصحفيين والاداريين والعمال سن التقاعد 60 سنه. تمام. ثم هناك مد السن للصحفيين وللاداريين وللعمال في المؤسسات الصحفيه ومش لسن ال 65 المساله مفتوحه. لو بعد ال 65 في كفاءه المؤسسات محتاجاها بيتم المد ليها، مجلس الاداره بيصدر توصيه بالمد. في الحاله دي بيجدد كل سنه. كل سنه، سنه فسنه، مجلس الاداره بيصدر توصيه. ايوه. ثم يوافق على تعتمدها الهيئه الوطنيه للصحافه. او ترفض. هذه الماده كما تمت الموافقة عليها من البرلمان اليوم. النقابة عدد كبير من الزملاء خدوا التصريح الرافض الخاص بالمجد مباشرة لل 65 ورفضوا ورفضوا هو تم رفضه. أي الصراحة اللي تم رفضه، لكن أي في النهاية لا، هناك موافقة على مد السن للإداريين وللصحفيين وللعمال بعد ال 60. المد بيتم سنة في سنة حسب حاجة العمل. قرار من مجلس الإدارة تعتمده الهيئة الوطنية للصحافة. كان بقالكوا قد ايه كصحفيين بتحاربوا على مساله رفع السن او مد السن؟ لا، مد السن كان موجود في القانون 96. ايوه. موجود في القانون كان سنه بسنه. كان سنه في سنه، كان مطلوب انه يبقى المد بشكل مباشره 65. هي. كان في عائق يتعلق انك عشان تمد للصحفيين لازم تمد للإداريين والعمال. ايوه، لانه كل دول داخل المؤسسه. مؤسسه واحده. تمام. فانتهى الرأي إلى أنه يستمر المد سنة في سنة، لكن كمان مش لل 65، اتفتحت لما بعد ال 65. هايل هايل. طيب في أي توضيح تاني حضرتك عايز تقوله بخصوص هذه النقطة تحديدا؟ لا، بخصوص هذه النقطة تحديدا ما فيش توضيح. كده بخصوص كل المواد تحديدا أقدر أقول أنه البرلمان استجاب لغالبية إن لم يكن لكل مطالب الجماعة الصحفية ونقابة الصحفيين بخصوص قوانين الصحافة والإعلام. طيب الأبرزها تعديل مادة الحبس الاحتياطي والموافقة على السماح بالتصوير في الأماكن العامة. في أبرز من كده؟ أبرزها قطعا فيما يخص الحريات العامة، وده انتصار كبير من البرلمان للحريات العامة، وعشان كده شكرنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكرنا البرلمان وشكرنا الحكومة لأنه كان في انحياز واضح للحريات العامة. مش بس احنا مش بس المادة بتعديلها الجديد بتلغي الحبس الاحتياطي، لا، المادة بتلغي الحبس في كل قضايا النشر باستثناء اللقاءات الثلاثة التي ينص عليها الدستور، واللقاءات الثلاثة متعلقة بالخوض في الأعراض، متعلقة بالتمييز بين المواطنين بسبب لا تمييز اللقاءات الثلاثة، لا تمييز ما بين المواطنين، لا خوض في الأعراض الثالثة، والتحريض على العنف. والتحريض للتحريض على العنف. جريمة. ايوه صحيح. على العنف يمكن ان ينتهي. صحيح. ايوه. ودي على فكرة عقوبة الحبس في هذه المواد الثلاثة موجودة في كل الدنيا. وموجودة في أوروبا وأمريكا. ايوه. في هذه اللقاءات الثلاث احنا. أيوة. بس ان احنا كنا بنتكلم وكان ودي موجوده في قانون العقوبات استاذ خالد اعتقد موجوده.